الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس في البيت الأبيض لملاقاة الرئيس بايدن. تريد واشنطن استعادة دورها في منطقة جنوب شرق آسيا، بينما تسعى مانيلا إلى دراسة قضية توسع بكين على طرق التجارة الدولية والجزر الاستراتيجية في بحر جنوب الصين. يقوم ماركوس بزيارة واشنطن لأربعة أيام، وتأتي في أعقاب زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأسبوع الماضي، وأيضا اجتماع بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض في يناير. أجرت الولايات المتحدة والفلبين مؤخرا أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في بحر جنوب الصين، وستسمح مانيلا للجيش الأمريكي باستخدام أربع قواعد عسكرية فلبينية إضافية، بما في ذلك منشآت بحرية واقعة بالقرب من تايوان، وهو الأمر الذي يثير غضب الصين.